مطمع انطلاقتي فترة المساء من هذا المهرجان الغالي، مهرجان سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد بن سلطان آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه. ينطلق شوطنا العاشر وهو شوط الختام بهذه الأمسية التراثية والمخصص لأبكار المحليات الأصايل لسن الثنايا لمسافة 8 كيلومترات. هي الرحلة الحاضرة مع هذه الأسماء وهذه الشعارات المتواجدة على أرضية وقاع هذا الميدان. جائزة الفائز بالمركز الأول سيارة تنتظر في نهاية هذا التحدي وهذا المسار الجميل. أتمنى توفيق الناموس دائما لجميع المشاركين. أتابع البداية وأرصد المراكز الأولى. المنصور من يتواجد مع العزرة جمعة بن عامر بن تريس المنصوري مع المركز الأول، يقدم هذا الاسم مع رأس حربة هذا الانطلاق. المركز الثاني من الجانب الآخر يتواجد شعار الغفلي ليقدم الشاهنية خليفة بن علي بن عبيد الغفلي مع المركز الثاني وينطلق مع ركب المقدمة. المركز الثالث تتدخل في هذه اللحظات شعار رميثي ليقدم السياقة سعيد بن مطر بن سياقة سعيد بن مطر بن محمد الرميثي مع المركز الثالث. أما المركز الرابع تتدخل هدادة في هذه اللحظات والمملوكة لعلي بن فهيد بن بجاش المري مع المركز الرابع. أما المركز الخامس قدوم في هذه اللحظات الحذرة والمملوكة لحمد بن عوض بن زيتون المهيري مع المركز الخامس. أما المركز السادس من الجانب الآخر تتدخل سرابة في هذه اللحظات ويقدمها خالد بن حمدان بن غانم الفلاحي مع المركز السادس. أما المركز السابع من الجانب الآخر نوايا قادمة والمملوكة لعبيد بن نصيب بن عتيق السبوسي مع المركز السابع. أما المركز الثامن المركز الثامن تتدخل جواهر في هذه اللحظات والمملوكة لسعيد بن راشد بن مفتاح الشامسي مع المركز الثامن. هذه هي النتيجة مشاهدينا متابعينا الأعزاء، حضورنا الجميل للمراكز الأولى المتواجدة مع شوط الختام بهذه الأمسية التراثية مع هذه النخبة من الأسماء العملاقة المزينة لأرضية وقاع هذا الميدان. أعود مع المقدمة، أعود مع المركز الأول مع قيادة هذا التحدي وهذا المسار الجميل. المركز الأول مشاهدينا متابعينا الأعزاء لا زالت القيادة، لا زالت السيطرة حتى هذه اللحظات مع شعار المنصوري الذي يقدم العزرة مع المركز الأول مع هذا الانطلاق الجميل مع هذا التحدي المثير. مسيطر سيطرة تامة حتى هذه اللحظات مع العزرة ويقدمها جمعة بن عامر بن تريس المنصوري مع المركز الأول بهذه القيادة الجميلة والتكتيك الأجمل مع مسافة الكبار والمسافة الطويلة مع هذه الأسماء العملاقة. المركز الثاني من الجانب الآخر يتواجد شعار الغفلي على ظهر الشاهنية خليفة بن علي بن عبيد الغفلي مع المركز الثاني قادم من ميدان اللبسة للمشاركة بهذا المحفل التراثي واقتناص الأرض الثمينة بهذا المسار الجميل. المركز الثالث تتدخل سياقة والمملوكة لسعيد بن مطر بن محمد الرميثي أحد الأسماء العملاقة يتواجد بالإثارة والمتعة وينطلق مع ركب المقدمة ومع المراكز الأولى. أما المركز الرابع يتدخل شعار السبوسي في هذه اللحظات ليقدم نوايا عبيد بن نصيب بن عتيق السبوسي مع المركز الرابع. أما المركز الخامس وصل شعار المهيري على ظهر الحذرة في هذه اللحظات والمملوك لحمد بن عوض بن زيتون المهيري مع المركز الخامس. أما المركز السادس تتدخل في هذه اللحظات
هدادة والمملوكة لعلي بن فهيد بن بجاش المري قادم من ميدان الشهيد للمشاركة بهذا المحفل التراثي مع المركز السادس. أما المركز السابع قدوم سرابة في هذه اللحظات والمملوكة لخالد بن حمدان بن غانم الفلاحي مع المركز السابع. أما المركز الثامن شعار الشامسي قادم على ظهر جواهر سعيد بن راشد بن مفتاح الشامسي مع المركز الثامن. هذه هي النتيجة مشاهدينا متابعينا الأعزاء حضورنا الجميل يا من تتابع وتشاهد عبر قناة ياس الناقل لهذا الحدث التراثي. أعود مع المقدمة، أعود مع المنصوري الذي لا زال يتراقص على أرضية هذا الميدان. الرميثي يغير في هذه اللحظات مشاهدينا متابعينا الأعزاء مع السياقة ويسوق هذا المسار قيادة جميلة تكتيك أجمل في هذه اللحظات. يا سلام سعيد بن مطر بن محمد الرميثي مع المركز الأول، ولكن حذاري من شعار هيري الذي يتدخل مع الحذرة حمد بن بن زيتون المهيري مع المركز الثاني. أما المركز الثالث وصل السبوسي في هذه اللحظات على ظهر نوايا بن نصيب بن عتيق السبوسي مع المركز الثالث. أما المركز الرابع شعار المنصوري يتواجد على ظهر العزرة جمعة بن عامر بن تريس المنصوري مع المركز الرابع. أما المركز الخامس مشاهدينا متابعين الأعزاء تتدخل سرابة في هذه اللحظات والمملوكة لخالد بن حمدان بن غانم الفلاحي مع المركز الخامس. أما المركز السادس الشاهينية قادمة والمملوكة لخليفة بن علي بن عبيد الغفوري مع المركز الخامس. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الأعزاء للكوكبة الخماسية المتواجدة مع مقدمة هذا المسار ومع هذا شوط الختام بهذا المسار الجميل والتحدي المثير. السيارة تنتظر من بين هذه الأسماء وهذه الشعارات في نهاية هذا التحدي الجميل. أعود مع المقدمة لا زال الرميثي يتربع على عرش المركز الأول، يتربع على عرش الصدارة بهذا الأداء الجميل والعرض المميز الذي قدم مع السياقة سعيد بن مطر بن محمد الرميثي مع المركز الأول. لا زال مميز، لا زال مبدع حتى هذه اللحظات. شعار دوشة التي اقترص أحد رموز هذا المساء الجميل والتحدي المثير يقدم سياقة بهذا التحدي الجميل. سعيد بن مطر بن محمد الرميثي لا زال مميز مع المركز الأول. المركز الثاني الله يا السبوسي يقدم نواية بهذا التحدي الجميل. عبيد بن نصيب بن عتيق السبوسي مع المركز الثاني. أما المركز الثالث الحذر قادمة من الجانب الآخر ويقدمه حمد بن عوض بن زيتون المهيري مع المركز الثالث. أما المركز الرابع تدخل عزرة في هذه اللحظات ويقدمها جمعة بن عامر بن تريس المنصوري مع المركز الرابع. أما المركز الخامس قدوم الحذرة في هذه اللحظات والمملوكة هدادة علي بن فهيد بن بجاش المري مع المركز الخامس. أما المركز السادس جواهر تتقدم في هذه اللحظات والمملوكة لسعيد بن راشد بن مفتاح الشامسي مع المركز السادس. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الأعزاء حضورنا الجميل. نعود مع المقدمة، نعود مع التغيير اللي جرى وطر على مقدمة هذا المسار. الله الله المنعطف الأخير في هذه اللحظات نتجه بالاتجاه الصحيح نحو المنصة. كيلو ونصف ما تبقى يا مشاهدين ويا متابعين ويا مشاركين للتذكير. والسبوسي يغير في هذه اللحظات مع نوايا نوايا مع المركز الأول عبيد بن نصيب بن عتيق السبوسي مع المركز الأول. والمنصور يعود من جديد مع العزرة في هذه اللحظات جمعة بن عامر بن تريس المنصوري مع المركز الثاني. أما المركز الثالث الرميثي قادم عبر سياقة سعيد بن مطر بن محمد الرميثي، ولكن الغفوري يتدخل في هذه اللحظات مع الشانية خليفة بن علي بن عبيد. الغفوري يقتنص المركز الثالث في هذه اللحظات. أما المركز الخامس من الجانب الآخر الحذرة قادمة حمد بن عمر بن زيتون المهيري مع المركز الخامس. الله 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 بيد السرعة مشاهدينا متابعينا الأعزاء مع الكيل الأخير الكيل الخطير كيل العمليات كيل التكتيكي والسرعة الفائقة. حرك اللي بتحرك وروح يلي
بتروح. الله الله الله، السبوتي من الجانب الاخر يغير مع المركز الاول، مع نوايا عبيد بن نصيف بن عتيق السبوتي مع المركز الاول، سياغه مع المركز الثاني مع شعار ميثي، ولكن المهيري من الجانب الاخر يتقدم مع الحذره مع المركز الثاني. الله الله الله، أعود مع السبوسي، ولكن المهيري مع الحذرة يعلن التحذير بأن المركز الأول بقيادة المهيري حمد بن عوض بن زيتون. المهيري اختلص المقدمة، اختلص يوط الختام في هذا المساوى الجميل حتى هذه اللحظات بعد المسافة. الرميثي مع الإبداع مع التميز مع شوط الختام. الله الله، الحذر مع حمد العوض بن زيتون. المهيري مع المركز الأول، منازف تتج السلامات محمد عضال الحذرة إلى أهالي منازف بهذا المساء الجميل. يستاهل مالك هذا الشعار حمد بن عوض بن زيتون المهيري. السلام يتجه إلى هالي أبو سمرة، سلام العين، والسلام يتجه إلى مالك الحذرة حمد بن عوض بن زيتون. المهيري هذا الإبداع الجميل والتحدي المثير، يستاهل مالك هذا الشعار ختام أمس مع المهيري. المركز الثاني كان وصول نوايا عبيد بن نصيب بن عتيق السبوسي، أما المركز الثالث كان وصول سياقة سعيد بن مطرف بن محمد الرميثي، والمركز الرابع كان وصول العزرة جمعة بن عامد ريس المنصوري، والمركز الخامس كان وصول سرابة خالد بن حمدان بن غانم الفلاحي. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الأعزاء، كان المسار حافلا بالقوة والإثارة، ولكن استطاع المهيري اقتناص الناموس مع الحذرة حمد بن عوض بن زيتون المهيري. والتوقيت الزمن انتظر من مخرج هذا النقل أبو طلعة المميز دائما مع هذا اللمسات الجميلة. شوط الختام مشاهدينا متابعينا الأعزاء كان مع الحذرة مع حمد بن عوض بن زيتون المهيري، وذهب السلامات إلى هذا العين بهذا المساء الجميل، واقتنص السيارة هذا التحدي. التوقيت الزمني يا سلام مع الحذرة مشاهدينا متابعينا الأعزاء 12:56، 5 أجزاء من الثانية توقيت الحذرة حمد بن عوض بن زيتون المهيري. تهانون أنفسهم مالك هذا الشعار. المركز الثاني نوايا عبيد بن نصيب بن عتيق السبوسي، والتوقيت الزمني مشاهدينا متابعينا الأعزاء. نوايا مع المركز الثاني عبيد بن نصيب بن عتيق السبوسي مشاهدينا متابعينا الأعزاء. 13 دقيقة وفاء وكمالا توقيت سياغة مشاهدينا متابعينا الأعزاء صاحبة المركز الثالث. تهاناموس وتهاناموس لجميع الفائزين.